أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الظهر للأنباء، ونبدأها بالعناوين. بعد موجة الاستنكار لحادثة السيد حسين السجومي، قاضي الأسرة يتخذ جملة من التدابير لحماية مصلحة الطفل القاصر وإعادة إدماجه ومساعدته صحيا واجتماعيا. الوضع الوبائي بمختلف جهات البلاد يحافظ على دقته مع تسجيل 71 وفاة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع نسبة الحالات الإيجابية. وانتخابات حاسمة اليوم في البرلمان الإسرائيلي للتصويت على منح ثقة للائتلاف الحكومي الجديد، تنهي 12 عاما من حكم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. أهلا بكم من جديد. في آخر تطورات ملف ضحية حادثة اعتداء الأمنيين على شاب بسيد حسين السجومي، اتخذ قاضي الأسرة جملة من التدابير لحماية مصلحة الضحية الطفلة، وذلك بعد أن أثارت الحادثة موجة من الاستنكار، فيما دعت عدة أحزاب ومنظمات إلى التظاهر، مما أدى إلى اشتباكات بين المتظاهرين والأمنيين في شارع لحبيب بورقيبة بالعاصمة. قرر قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية تونس 2 اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الضرورية لوقاية وحماية المصلحة الفضلى للطفل القاصر الذي اعتدى عليه أعوان الأمن بسيد حسين السجومي بالعاصمة، بما يكفل إعادة إدماجه ومساعدته صحيا واجتماعيا. وقرر قاضي الأسرة إبقاء الطفل الضحية مع والديه، مع إلزامهم بحمايته من كافة أشكال الضغط ومنع كل اتصال أو تعرض أو استقصاء أخبار قد تمس من حياته الخاصة ومعطياته الشخصية من أي كان إلا بعد الحصول على إذن من قاضي الأسرة. وقرر القاضي المتعهد بالملف كذلك تكليف مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بتونس بتوفير المتابعة النفسية والرعاية الاجتماعية للطفل الضحية، بالإضافة إلى ترسيمه بإحدى دورات التكوين المهني التي تتناسب مع رغبته. وفي سياق متصل بحادثة الاعتداء على هذا الطفل ووفاة شاب في ظروف غامضة في منطقة سيد حسين، شهد شارع لحبيب بورقيبة أمس اشتباكات بين مجموعات شبابية وقوات الأمن المرابطة بالمكان بعد رفع عديد الشعارات المناوئة لوزارة الداخلية. وقد قامت قوات الأمن بتفريق المحتجين باستخدام العنف، وذلك إثر تعرضها مجددا للقذف بالزجاجات والحجارة. وكانت مجموعة من الأحزاب والمنظمات قد دعت إلى تظاهر في شارع لحبيب بورقيبة أمس للتنديد بما وصفوه بالسلوك القمعي المنتهج من قبل منظومة الحكم، وذلك بعد موجة من الاستياء التي سادت البلاد بعد نشر فيديو وثق اعتداءات أمنية على الشاب وتجريده من ثيابه ووفاة شاب آخر في ظروف غامضة في منطقة سيد حسين بأحواز العاصمة، والتي تشهد منذ أيام مواجهات بين شبان وقوات الأمن. وقد أثارت الأحداث استنكار الرأي العام والمنظمات والجمعيات والأحزاب التي طلبت بمحاسبة المعتدين في صفوف أعوان الأمن ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب. أمنيا، دائما تقوم وحدات المنطقة البحرية بقليبيا بالبحث عن شخصين مفقودين خلال إحباط عمليات هجرة غير نظامية خلال الليلة الفاصلة بين يومي 11 و12 من جوان جاري، فيما تم إنقاذ 142 شخصا. وأفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جباب لليوم بأن المراكب المستغلة في عمليات الاجتياز تعرضت للغرق إثر تعمد مجتازين عدم الامتثال والاستعصاء والدخول إلى عرض البحر. وأوضح أن وحدات تابعة للمناطق البحرية للحرس الوطني بكل من صفاقس ونابل وبنزرت وجربة أحبطت 13 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة خلال الليلة الفاصلة بين يومي 11 و12 من جوان الجاري. في مستجدات الوضع الوبائي بالبلاد، تم تسجيل 71 حالة وفاة جديدة و2228 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مع عودة ارتفاع نسبة الحالات الإيجابية بتجاوزها 30%، أرقام تترجم خطورة الوضع الوبائي وتلزم باتخاذ الإجراءات الوقائية والإقبال بكثافة على التلقيح. عودة ارتفاع مجددا لنسبة الحالات الإيجابية بتجاوزها 30% وفق آخر تحيين لوزارة الصحة بتاريخ 11 من هذا الشهر، وعدم استقرارها يترجم دقة الوضع الوبائي ويلزم بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، بالنظر كذلك إلى تواصل تسجيل ارتفاع في المؤشرات بتسجيل 71 حالة وفاة وأكثر من 2200 مصاب جديد بالفيروس، هذا إلى جانب تواصل تسجيل ارتفاع في عدد المقيمين في المستشفيات وخاصة بأقسام الإنعاش.
ففي ولاية الكاف تم تسجيل 5 حالات وفاة و62 إصابة جديدة بالفيروس، ليؤكد رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الإدارة عبد الباقي الجمني أن تواصل ارتفاع عدد الوفيات على هذه الوتيرة وكذلك عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس يشير إلى انتشار الوباء في الجهة بصفة واسعة ويدل على خطورة الوضع الصحي بها، داعيا إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية بهدف كسر حلقة العدوى ومنع انتشار الوباء بصفة أوسع. كما سجلت الدوائر الصحية للإدارة الجهوية للصحة بالمنستير حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد بمعتمدية بولبا و64 إصابة جديدة، لترتفع نسبة الحالات الإيجابية وتتجاوز 42% وترتفع معها الحالات النشيطة لتصل إلى 1038 حالة. من جهة أخرى، لم تسجل الإدارة الجهوية للصحة بتطاوين خلال 24 ساعة الماضية ولليوم السادس على التوالي حسب آخر تحيين للوضع الوبائي في الجهة أي وفاة جديدة جراء فيروس كورونا. في الشأن البلدي، انتظمت اليوم بمدينة الصخيرة من ولاية صفاقس الانتخابات البلدية الجزئية لبلدية الجهة وسط آمال المواطنين نحو تغيير الأداء البلدي وتحسينه. هذا هو مركز الاقتراع بالمدرسة الابتدائية 2 مارس 1934 بالصخيرة. هنا تدور عملية الاقتراع للانتخابات الجزئية ببلدية الصخيرة مع الحرص على تطبيق البروتوكول الصحي. المركز هذا فيه 9 مكاتب اقتراع، فيه 42 عضو من أعضاء رؤساء مكاتب وأعضاء مساعدين. المسجلين 5409 في المركز هذا. راك تشوف كيف الناس كل تحترم يعني البروتوكول الصحي. عندنا في كل مكتب 4 أعضاء، رئيس مكتب وزوج أعضاء وعضو ثالث معناها مخصص للقيام باحترام البروتوكول الصحي، يعني يعطي جال لكل مقترع ويقيس له السخانة في الباب، نقيس السخانة. الأرياف كيف نفس البروتوكول الصحي، هناك عون تنظيف مهتم أن في كل معطى في العشرة في ماضي الساعة يقوم بعملية تعقيم المكاتب. الأقلام بعد ما توفل معناتها عندهم عدد من الأقلام يعقمهم كي يوفوا كل شيء، وهناك كذلك خلاف الذي عندنا عون مهتم بالصف. انتخابات الجزئية بصخيرة ترشحوا لها 18 قائمة، منها 2 حزبية و16 مستقلة، يتنافسوا على 24 مقعد المجلس البلدي بلدية صخيرة. انطلقت العملية في 32 مركز اقتراع. الانطلاقة كانت طيبة، المكاتب كل المراكز فتحوا في التوقيت المناسب. الانتخابات الجزئية ببلدية صخيرة تحمل في طياتها أمال المواطنين وانتظاراتهم نحو تغيير الأداء البلدي وتحسينه. إن شاء الله يخدم البلاد قلبه رب ويخدم الشعب الكل. هيك احنا معطلين شيء، لا صخيرة ما فيها شيء، لا سبيطار، المي يقعد بالجمعة مسكر، لا معناها مستشفى جهوي، لا معناها صند، لا ستيك، فهمتني، لا لوناس، معناها ما تلقى حتى شيء. بلاد من أحسن المعتمديات في ولاية صفاقس، فهمني مليح، من أحسن المعتمديات في ولاية صفاقس وما تلقى فيها شيء. بلاد صناعية يرجعوها فلاحية وهي صناعية في الدرجة الأولى. 24,080 ناخبا معنيون بالاقتراع في الانتخابات الجزئية ببلدية صخيرة، وقد خصص يوم 12 من جوان الجاري للأمنيين والعسكريين، وسجلت نسبة اقتراع ب 13.92%. الفضاء النموذجي للفرز الانتقائي للنفايات ببلدية سليانة هو واحد من 3 فضاءات أخرى معنية بالبرنامج المشترك التونسي الألماني، وعنوانه التصرف المندمج والمستديم في النفايات. أطلقت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات الفضاء النموذجي للفرز الانتقائي ببلدية سليانة، والذي يندرج إحداثه في إطار مشروع التصرف المندمج والمستديم في النفايات. المشروع هذا هو ما يسمى بفضاء البيئة، هو فضاء موجود في نهج عبستار الدريدي، فضاء باش يتعاملوا منه 3 ولا 4 فضاءات أخرين في مدينة سليانة، باش يعود الناس على تغيير سلوكاتهم في التعاطي مع الفضلات، باش يولي يعملوا فرز أولي، باش يلقاو حاويات، كل حاوية فاش مختصة، جزء كبير
كثير من الفضلات هذه باش يولي يقع إعادة تثمينها. ويعنى هذا المشروع بإيجاد طرق جديدة لتثمين النفايات ورسكلتها وتثمينها وإعادتها ضمن الدورة الاقتصادية، بما يمكن من بعث مواطن شغل جديدة والتقليص من كميات النفايات الموجهة للمصبات المراقبة. المشروع هذا بشراكة مع مقاطعة بافاريا بتمويل تقريبا ما يقارب 5 مليون يورو، فيه محطات متاع تسميد عضوي ومتاع تثمين العضوي للنفايات، كذلك يشجع على شباب على يعني تشجيع مواطن شغل للانتصاب والقيام برسكلة كل هذه المواد التي ستفرز من المصدر. هذا المشروع النموذجي سيساهم خاصة في حماية المحيط ودعم المجهودات الخاصة بالنظافة في البلديات المعنية به. مشروع التصرف المندمج في النفايات الذي تم إطلاقه في إطار التعاون التونسي الألماني يشمل في مرحلة أولى بلديات سليانا وطبرقة ودوار هيشر، ومن المنتظر تعميمه على مختلف البلديات. لدى إشرافها على افتتاح إحدى رياض الأطفال البلدية بولاية نابل، شددت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن على ضرورة إيلاء أهمية كبرى لرياض الأطفال البلدية وعلى دعمها. أكدت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن على هامش حفل تدشين الروضة البلدية لحبيب كرمة بنابل، أكدت على أن عدد رياض الأطفال العمومية لا يمثل إلا 6% مقابل 94% هم في القطاع الخاص. الحقيقة كما تعرفوا احنا القطاع الطفولة هو قطاع ذو أولوية في برامجنا وفي رؤيتنا كحكومة وكوزارة مرأة وأسرة وكبار سن، نعمل بكل مجهوداتنا من أجل أن نعزو المكاسب اللي تحققت للطفولة سواء على المستوى التشريعي أو المستوى المؤسساتي. وأشارت في ذات السياق أن برنامج من أجل قيادة بلدية جامعة الذي تدعمه سفارة كندا بتونس وينفذه المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد بالشراكة مع البلديات، قام بتهيئة 42 روضة أطفال عمومية بعديد الولايات. البرنامج متاعنا أنه تولي في كل علقة كل بلدية تكون فيها روضة أطفال للتابعة البلدية، وأحنا قاعدين ندعمه في التمشي هذا. اليوم عنا 42 روضة ديجا أهلناها، وهذا الحقيقة مكسب لمدينة نابل وبلدية نابل كون البلديات القلائل اللي موجودة فيهم الروضات البلدية. روضة بلدية هي هذه المفهومة ديما حقه في تونس، لأنه معناها يخص الفئات الضعيفة ومعناها القدرة أنها تخلص برشا معناها في بلدية أخرى تكون سمحني في روضات أخرى تكون غالية. فالمشروع هذا هو مشروع فيه فائدة مباشرة للطفولة وللمرأة، وفيه فائدة كبيرة لدعم دورة لا مركزية وتنمية محلية في تونس. ويذكر أن مرافقة بلدية نابل من قبل المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد يأتي في إطار برنامج من أجل قيادة بلدية جامعة، ويعمل على تطوير قدرات 8 بلديات شريكة في مجال إزداء خدمات بلدية ومراعية لاحتياجات المرأة. وفي تصريح إعلامي للأخبار لدى إشرافي على افتتاح إحدى الروضات بولاية نابل، أفادت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن أنه تم تقدم شوطا كبيرا في صياغة مشروع قانون عطلة الأمومة والأبوة. وأكدت الوزيرة أن المشروع سيتم عرضه على لجنة الإدارة والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب للحسم فيه في أقرب الأجل. العطلة هي تو حاليا شهر ماكسيموم في القطاع الخاص وشهرين في القطاع العمومي، باش تولي 3 شهور، لكن المستجد جديد في هذا أنه باش تكون عطلة ما قبل الولادة، لأنه من غير المعقول أنه المرأة الحامل تواصل حتى يوم الولادة وهي تعمل، باش يكون 4 شهور إذا كان جابت ولد ذو احتياجات خصوصية عنده إعاقة ولا حاجة، باش تكون المرأة اللي تجيب صغير ميت كيف زاد ما ترجعش للوندما، يلزمها فترة باش ترجع قواه، دونك تاخذ شهر عطلة. كيف ما بعد الولادة، هذا زاد النوسيون جديدة اللي نحبوا فيها، نحبوا ديما شراكة في تربية الأطفال بين الأولياء، بين الأم وبين الأب. هذاك علاش قرينا حسابنا بعطلة ما بعد الولادة ب4 أشهر، يتقاسموها يختاروا ياخذها الأم ولا الأب حسب خصوصية كل عائلة.
ضمن أخبارنا العربية والدولية، وفي الجزائر وعلى إيقاع الاستحقاق الانتخابي تستمر عمليات فرز الأصوات بعد إغلاق جميع مراكز الاقتراع بالبلاد في وقت بلغت فيه نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية 30.20% على مستوى البلاد حسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. تستمر عملية فرز أصوات الناخبين الجزائريين الذين أدلوا بأصواتهم في أول انتخابات تشريعية منذ انطلاق حركة الاحتجاجات الشعبية في 22 فبراير 2019. السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر أعلنت في هذه الأثناء أن نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي بلغت 30.20% على مستوى البلاد، وهي أقل نسبة منذ 20 عاما على الأقل في انتخابات تشريعية في الجزائر حسب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، الذي قال إن الانتخابات جرت في ظروف حسنة باستثناء بعض الهفوات التي لا تؤثر على نزاهتها. وأضاف المصدر نفسه أن عملية فرز الأصوات تتطلب وقتا كبيرا قد يصل إلى 4 أيام نظرا لطبيعة قانون الانتخابات الجديد وطبيعة القائمات الانتخابية وتعددها مقارنة بالانتخابات السابقة، وسيتم الإعلان عن نسبة المشاركة النهائية بعد انتهاء فرز الأصوات. وفيما يأمل الجزائريون والسلطات الجزائرية في أن تطوي هذه الانتخابات صفحة اضطرابات سياسية بعدما أدت حركة احتجاجية إلى الإطاحة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عام 2019، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعد أن أدلى بصوته في هذا الاستحقاق الانتخابي أمس إن بلاده في الطريق الصحيح وإن الديمقراطية تقتضي أن الأغلبية تحترم الأقلية، مشددا على ضرورة احترام قرار المقاتلين للانتخابات. هذه اللبنة الثانية في التغيير وفي بناء جزائر جديدة ديمقراطية أقرب إلى المواطنين من ما مضى. اللي بغى يقاطع هو حر، قدرش نفرض عليه أنا باش، هذا واجب وطني من حقهم شريطة أن لا يفرضوا المقاطعة على الغير. كل واحد حر في هذه البلاد باش يعبر على ما في قلبه وما يريد بصح باحترام الآخر. الديمقراطية هذه هي الديمقراطية تقتضي أن الأغلبية تحترم الأقلية ولكن هي اللي تقرر. ووسط مقاطعة 4 أحزاب للانتخابات التشريعية وفي انتظار ما ستفرزه العملية الانتخابية من نتائج، يبقى صندوق الاقتراع هو الفيصل في هذا الاستحقاق الانتخابي. يصوت اليوم البرلمان الإسرائيلي على منح الثقة الائتلاف الحكومي الجديد في خطوة ينتظر أن تطيح بحكم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي استمر على مدى 12 عاما. انتخابات حاسمة اليوم في البرلمان الإسرائيلي للتصويت على منح الثقة للائتلاف الحكومي الجديد ائتلاف التغيير، تصويت يتجه نحو القبول بهذا الائتلاف، ما يعني إنهاء 12 عاما من حكم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهي فترة حكم وصفت بالقياسية، كما أن ذلك يعني أيضا وضع حد لنحو 2.5 عامين من الجمود السياسي الذي تعاني منه سلطة الاحتلال والذي تخللته 4 انتخابات فشل نتنياهو في حسم أي منها. ساعة قليلة ويبدأ المحتل الإسرائيلي صفحة حكم جديدة بقيادة ائتلاف غير مسبوق يضم 8 أحزاب ذات توليفة إيديولوجية متباينة، من بينها ولأول مرة حزب عربي. مهندس هذا الائتلاف في اللحظات الأخيرة رئيس حزب هناك مستقبل يائير لابيد، وقد أريد به أساسا تنحية نتنياهو عن الحكم. وفي صورة الحصول على ثقة البرلمان وبموجب اتفاق بين الائتلاف، يتولى اليميني القومي نفتالي بنت رئاسة الوزراء حتى سبتمبر 2023 قبل أن يسلم السلطة إلى لابيد لمدة 2 آخرين، فيما سيصبح نتنياهو زعيما للمعارضة وقد تعهد بالإطاحة سريعا بالحكومة المرتقبة. الائتلاف الحكومي اتفق على التركيز على مواطن الالتقاء قدر المستطاع كالمسائل الاقتصادية والوضع الوبائي وتفادي القضايا الخلافية مثل السياسة تجاه الفلسطينيين. إدارة جديدة إذن يقدم عليها الكيان المحتل، لكنها لن تأتي بجديد بالنسبة إلى الفلسطينيين الذين يقدرون أنها ستكون امتدادا للأجندة اليمينية.
تختتم اليوم بجنوب غرب بريطانيا قمة قادة مجموعة الدول السبع وسط أنباء عن التوصل إلى توافقات بين قادة المجموعة بشأن عدد من الملفات، وفي مقدمتها الأزمة الصحية العالمية لوباء كورونا والملف الصيني. بجدول أعمال مثقل تصدرت الأزمة الصحية العالمية لجائحة كورونا، تختتم اليوم قمة قادة الدول الصناعية سبع الكبرى، قمة يحاول من خلالها قادة المجموعة الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا واليابان الخروج بتفاهمات وموقف موحد لجل الملفات المطروحة. وتفيد أولى تقارير الواردة من مقاطعة كورنوال بجنوب غرب بريطانيا أن دول مجموعة السبع التزمت بتوفير مليار جرعة لقاح مضاد لكوفيد 19 خلال العام المقبل، وستعمل مع القطاع الخاص ومجموعة العشرين ودول أخرى لزيادة المساهمة على مدى الأشهر المقبلة. وفيما يتعلق بالملف الصيني، قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن قادة مجموعة الدول السبع توصلوا إلى توافق حول ضرورة اتخاذ نهج مشترك تجاه قيام الصين ببيع صادراتها بأسعار منخفضة وكذلك إزاء انتهاكات حقوق الإنسان، توافق حذرت منه الصين التي علق المتحدث باسم سفارتها في لندن بأن الأيام التي تقرر فيها مجموعة صغيرة من الدول مصير العالم قد ولت منذ زمن بعيد. هذا وقرر قادة مجموعة السبع خلال اليوم الثالث والأخير من قمتهم وبعد تدارس ملفات الوباء والدبلوماسية ومواجهة تحديات روسيا والصين، قرروا التطرق إلى قضايا المناخ، حيث سيتم التأكيد على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى النصف والحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى أقل من 1.5 درجة مئوية. رياضيا الآن، يواصل المنتخب الوطني لكرة السلة تحضيراته للملحق المؤهل لأولمبياد طوكيو عبر تربص ببولونيا تتخلله ثلاث مباريات ودية، استعدادات تميزت منذ بدايتها بالتركيز على العامل البدني من خلال انتداب معد بدني أمريكي. بمجموعة متجددة تضم عددا من اللاعبين الشبان، يستعد المنتخب الوطني لكرة السلة لخوض الملحق المؤهل لأولمبياد طوكيو قبل أن يتحول إلى رواندا للدفاع عن لقبه بطل لإفريقيا. استحقاقات رأى الإطار الفني للمنتخب أنها تتطلب أعدادا بدنيا من نوع خاص، فتم انتداب المعد البدني الأمريكي نيكولا جيبسون الذي يشرف على التمارين الخاصة لعدد من لاعبي دوري كرة السلة للمحترفين NBA. Donc c'est un travail très scientifique, très bénéfique. الحقيقة يخليه معناها الجور أولاً en confiance بعيد على les blessures et physiquement قوي. نجم يكون حاضر 100% في الانترمان ولا في الماتش. It's a great honor to be here. I have a great إنه شرف كبير لي أن أعمل مع المنتخب التونسي الذي أكون له كل الاحترام. اليوم بات الأعداد البدنية عنصراً رئيسياً في كرة السلة التي أصبحت تعتمد أكثر على القوة البدنية، ولتحقيق نتائج جيدة وبلوغ أهدافنا المرسومة وجب علينا أن نكون جاهزين بدنيا بنسبة 100%. أنا حاجتي بجنود، جنود كما دفعنا فهمنا عليها 2011 مع 2017، حب نلقى العقلية هذه. عمرها ما صارت في منتخب خمسة ممرنين، جبنا أعز بريباراتور فيزيك اللي حضر فهمني براتيكمون جوارات الانبياء. هذا ويساعد الأعداد البدنية الموجه لكرة السلة اللاعبين على تحسين اللياقة بما يمكنهم من تطوير قدراتهم الفنية، وهو ما يساهم في تسهيل عمل المدرب ويمنحه راحة أكثر في صقل المواهب الشابة من جهة ووضع خطة اللاعب المناسبة من جهة ثانية. كي تبدأ الخدمة تخدم فيها أدابتي للباسكيت، هما اللي يعملوا الفارق بيننا وبين الأوروبيين، معناها تشوفوا البيدجي اللي يحطوه على الخدمة هذية، الماتريال، لي كوتش بريفي، كل حاجة، كل ديتاي في الخدمة متاعك، دونك ينجم يحسن البرفورمانس متاعك وينجم يعديك البالي آخر. خدمة جديدة علينا، قاعدين نتأقلموا بشوية بشوية، سيرتو احنا لي جون معناها مستحقين الخدمة هذيا. قبل ما باش تعطي ليكيب ناسيونال، باش تعطي الجوار كهو كشخص، ومعناها اللي هي باش تخليه باش يمشي البالي واحدة أخرى، اللي هو ينجم يمشي يلعب في الأوروب، خاطر الخدمة اللي نخدموا فيها متاعو نيفو. قدرة ربي إن شاء الله نشوفوا جوارات في اللونيفو إن شاء الله. الأعداد البدنية الموجه لكرة السلة يعتبر أحد أهم وسائل نجاح الأندية والمنتخبات في العالم، لذلك فإن توجه الجامعة التونسية لكرة السلة في التعويل على كفاءات في هذا المجال من شأنه أن يعود بالنفع على المنتخب الذي يواصل حاليا تحضيراته ببولونيا، على أن يكون التحول إلى كرواتيا في 25 من الشهر الجاري لخوض الملحق الأولمبي.
أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم بأن حالة اللاعب كريستيان إريكسن الصحية مستقرة وقد تجاوز مرحلة الخطر ويقيم حاليا في مستشفى كوبنهاغن من أجل الخضوع لمزيد من الكشوف الطبية بعد أن سقط أثناء المباراة التي جمعت مساء أمس منتخب الدنمارك بنظيره الفنلندي ضمن نهائيات بطولة أمم أوروبا. في كرة المضرب توجت لاعبة تنس التشيكية باربورا كريتشيكوفا المصنفة 33 عالميا بلقب بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب المقامة منافستها على ملاعب رولان غاروس للمرة الأولى في مسيرتها، وتغلبت كريتشيكوفا في المباراة النهائية على الروسية أناستازيا بافليتشينكوفا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة. ضمن أخبارنا المتفرقة، منارة موغاديشو بالصومال تحولت من معلم تاريخي إلى خراب. هناك الأهالي يتذكرون بحسرة المكان وما كان له من بريق كان جاذبا. نتابع. صمت مطبق لا يحركه سوى صوت الأمواج المحيطة بالمكان. منارة موغاديشو التي بناها المستعمر الإيطالي بالصومال في أوائل القرن العشرين تحولت إلى خراب بعد أن كانت توجه السفن بأمان إلى شواطئ العاصمة الصومالية. انطفأت الأضواء هنا وانهار جزء من المبنى ليتحول التاريخ إلى أنقاض. هذا المبنى يسمى باتيرو كما اعتدنا على تسميته، وتظهر صورته على الورقة النقدية من فئة 1000 شيلين صومالي. عمره الآن 100 عام على الأقل. إنه الآن مخرب للغاية وهو أمر مؤسف. إن الطريقة التي تحولت بها المنارة إلى أنقاض هي واحدة من أتعس فصول التاريخ الصومالي، فقد كان لهذه المنارة تاريخ هائل. وجودها اليوم على هذا الشكل يترك فينا حزنا عميقا. معلم سياحي وتاريخي خفت بريقه حتى أن البحارة في المكان أصبحوا يستخدمونه لأسباب مختلفة، فالبرج الحجري أو ما تبقى منه تحول إلى مخزن من قبل الصيادين المحليين الذين يقومون أيضا بإصلاح محركات قواربهم هنا داخل المنارة وخارجها. جدرانها ونقشها عمها الخراب. يزورها الصوماليون ويتحسرون على وضعها آملين في إصلاح ما تبقى، عسى أن تعود المنارة إلى سالف بريقها. وفي الختام نذكركم مشاهدينا بعناوين نشرتنا. بعد موجة الاستنكار لحادثة سيدي حسين السجومي، قاضي الأسرة يتخذ جملة من التدابير لحماية مصلحة الطفل القاصر وإعادة إدماجه ومساعدته صحيا واجتماعيا. الوضع الوبائي بمختلف جهات البلاد يحافظ على دقته مع تسجيل 71 وفاة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع نسبة الحالات الإيجابية. وانتخابات حاسمة اليوم في البرلمان الإسرائيلي للتصويت على منح ثقة الائتلاف الحكومي الجديد تنهي 12 عاما من حكم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وكالعادة مشاهدينا بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. نشكر متابعتكم وإلى اللقاء.